بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق. اللهم خلقنا بخلق رسول الله وأدبنا بأدبه، اللهم أمين يا رب العالمين. لسه بتكلم مع حضراتكم عن آداب طالب العلم. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الله والملائكة وأهل السماء وأهل الأرض والحيتان في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير، ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. قلت لحضراتكم في الحلقات الثلاثة السابقة أن من آداب طالب العلم الإخلاص، 2 التواضع، 3 أن يتأدب مع شيخه وأستاذه، 4 أن ينسب العلم إلى قائله، 5 أن يعمل بالعلم الذي يتعلمه. النهاردة هناخد أيضا بعض آداب طالب العلم، منها حفظ الجوارح. أنت بتتعلم كتاب الله، بتتعلم سنة النبي، بتتعلم في الجامعة علم شرعي أو غير شرعي، أي علم ينفع الناس. هو النبي لما قال صلى الله عليه وسلم، لما قال في الحديث: أو علم ينتفع به، هل قال علم شرعي، علم ديني، والعلم غير الديني؟ لا لا، قال: أو علم ينتفع به. لو واحد علم الناس الطب، هذا علم ينتفع به. لو سباك علم الناس السباكة، هذا علم ينتفع به. لو شيخ علم الناس القرآن، علم ينتفع به. لو نجار علم الناس النجارة، هذا علم ينتفع به. لو أستاذ في كلية الهندسة علم طلابه الهندسة، هذا علم ينتفع به. كل دي علوم نافعة للدين وللدنيا، تنفع الناس. طيب، حفظ الجوارح، إن الإنسان يحفظ الرأس وما حوى، يحفظ العينين، يحفظ الأذنين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ويمكن أنا قلت قبل كده مرة سابقة إن الإمام الشافعي كان إذا أراد أن يحفظ يضع يده اليسرى على الصفحة اليسرى. لو هو بيحفظ اليمنى يضع إيده اليسرى على الصفحة اليسرى، لو بيحفظ اليسرى يضع إيده على الصفحة اليمنى، لأجل ألا يختلط الحفظ. في مرة من المرات جاء يحفظ الإمام الشافعي فلم يستطع، فذهب إلى شيخه وكيع، فقال له: أنا مش عارف أحفظ زي ما بحفظ كل يوم. فقال له الإمام وكيع: يا شافعي، احفظ جوارحك عن معصية الله، واستغل هذه الجوارح في طاعة الله، استغل هذه الجوارح في طاعة الله. فقال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. احفظ العينين والأذنين، احفظ كل أعضاء الجسد عن معصية الله جل وعلا. لذلك ما بنشوف واحد دلوقتي عنده 90 سنة يصلي وهو قائم ما شاء الله، فنسأل يعني إزاي في السن ده ما شاء الله بيصلي قائم؟ فيجيب ويقول: هي الأعضاء.
حفظناها لله ونحن صغار، فصانها الله لنا ولينها لنا ونحن كبار. أعضاء الجسد احفظ الأعضاء وخليها في طاعة، فسيحفظها الله لك عند الكبر. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا جوارحنا، اللهم آمين يا رب العالمين. فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معايا وصلوا على الحبيب.